السلام عليكم، انا اسمي السعيد اهل رشيد، اهل رشيد صانع تقليدي ديال الفخار ديال النحاس. كنقوم هنا في هذا الفندق، عندي محل ديالي، وهذا الميزان هذا نعم سيدي ميزان تاريخي، اكبر ميزان تقريبا في مراكش، او لا في الفندق اللي في مراكش هو هذا الميزان، هذا فندق السرسار. كان الناس قديم كيعبروا به الصوفا، كيعبروا به الزرع، كيعبروا به مثلا الكربون. ديك الساعه كانت تخدم الكربون تاعو تعبر به، كانوا المسائل النحاس قديم، كان اي مساله قديمه كيجيبوها الروح حال هنا كانت تعبر. وهذا ميزان الصنع ديالو اسرائيلي، هنا كاين ثلاثه ديال الميزانات، كل واحد عنده كل شكل البلاد ديالو. كاين هذا اسرائيلي، كاين واحد زحاف تسمى الماني، وكاين واحد ديال السلسله ديال المغرب. هذا كانوا يعبروا فيه الناس الخضراء، يعبروا فيه الفخار حتى هو، كانوا يعبروا فيه المسائل القديمه. وهذا الميزان الان دابا كيدخلوا السياح كيتصوروا حداه، كيسولوا على شنو هو الدور ديالو، كيفاش كان هنايا، لان هذا الفندق كانوا فيه الرحال. الرحال كيجيو من القبائل تينعسوا فيه، كانوا تيجيبوا المسائل اللي هي قديمه، بحال الزرابي، بحال النحاس قديم، بحال النقره قديمه، تيجيو تيباتوا هنا وكيديروا الدلاله. كيجيو الناس صحاب البيع والشرايا كيديروا الدلاله، كيقول لك علاش كيدي، كاين اللي متخصص في الزربيه كيديها، كاين اللي متخصص في النقره كيديها، كاين اللي متخصص في النحاس كيديه. وهذوك الناس ديك الساعه كان ما كانش الفلوس، كان التبادل، كانوا الناس كانوا تيديروا المقايمه كيلو بكيلو ولا حاجه بحاجه، هذا هو الصرف اللي كان في ديك الساعه. والان دابا تحولات الامور، ولا دابا محل فيه صناعيه، كاين اللي كيخدم الجلد، كاين اللي كيخدم النحاس، كاين اللي كيخدم التزواق، كاين اللي تيخدم الفخار، كاين اللي تيخدم البلغاء. هذا ولا دابا محل صناعات تقليديه، لان اللي تعطى الامر من سيدنا باش يترمم هذا الشيء ويتقاد على حسب الصناعه التقليديه. ولا دابا الصناع التقليديين هما اللي كاينين دروكا، هذوك الروحان اللي كانوا ما بقاوش. هذا هو الدور ديال الفندق. ولو مراكش تقريبا فيه تقريبا واحد 240 فندق اللي كاينه في مراكش، وكل فندق تينتمي لقبيله، كل فندق تينتمي لقبيله. كاينه قبيله الشيادمه، كاينه قبيله من ورزازات، كاين التادله، كل فندق عنده القبيله ديالو اللي كانت تنزل فيه. دابا المسائل تبدلات، ولا كل فندق دابا فيه حرفه اخرى، تجاره اخرى، فيه مسائل اخرى، فيه صناعه تقليديه اخرى. هذا هو دور الفندق. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.